بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي وابنائي المحامين، اولا ارجو ان اهنئ باسمكم جميعا وباسم المحامين المصريين كل زملائنا المحامين المسيحيين باعياد الميلاد المجيد، وان تتقدموا وان تنوبوا عني جميعا لدى زملائكم الذين غابوا عنا في المشاركه لانهم في حاله احتفال باعيادهم، ان تنقلوا لهم تهانينا وتهاني كل المحامين المصريين لهم بان يعود عليهم العام الجديد وعلينا جميعا بالخير والبركه باذن الله. الحقيقه في مشكله عندي في التكرار، يعني بمعنى انه تكرار الموضوع او اعاده طرحه مره اخرى قد لا اجدها. يعني انا ما اعرفش اتكلم في موضوع اكتر من مره واقوله بنفس الصيغه اكتر من مره، لكن انا كنت بظن ان المسافات البعيده بين النقابات الفرعيه او النقابات البعيده عنا هم فقط الذين حجبت او تحجب عنهم معلومات النقابه وما يتم فيها، لكني اكتشفت ان الموضوع مش موضوع مسافه، وانه في حاله من حالات التعتيم قد نكون احنا مسؤولين عنها كنقابه، قد يكون المحامي مقصر في تتبع النقابه، قد تكون الاعلام المضاد متفوق فبيضرب كل الانجازات التي لا تصل الى اسماع المحامين، لدرجه ان انا ممكن اسمع حد يقول لي العلاج المعاشات ما زادتش، وكانه احنا ما عملناش جمعيه عموميه من اسبوعين او ثلاث اسابيع او من شهر علشان نرفع المعاش، وكانه ما حدش سمع ان في 310 مليون جنيه تم انفاقهم على العلاج هذا العام. 310 مليون جنيه تم انفاقهم على علاج المحامين هذا العام، ضعف ما تم انفاقه العام الماضي. كانه ما فيش حد متتبع او عايز يتتبع او عايز يجهد نفسه بتتبع ما يجري في النقابه. لكن قدري وقدركم ان احنا نحتمل بعضنا البعض، لان دي مسؤوليتنا، مسؤوليه النقابه نقيبا واعضاء، في ان هم يتواصلوا من خلال النقابات الفرعيه، من تواصلوا بشكل مباشر مع المحامين، لانه ما يصحش يبقى كل محامي موجود عنده معلومه غايبه مش واصله. احنا كنا فين وكان احوالنا ايه واللي عملناه حتى الان واللي احنا بنأمله خلال المستقبل. زي ما قلت هقول تاني، ان نقابه المحامين اعتبارا من 2011 كانت في حاله افلاس اكتواري كامل. افلاس اكتواري يعني ايه؟ يعني مدخولات نقابه المحامين ودخلها لا يكفي انفاقها، للدرجه التي تم فيها انفاق تقريبا كل الاحتياطيات اللي كانت موجوده في النقابه قبل ذلك، قبل 2011. انتوا عصرتوا نغمه كانت منتشره، المستشفيات ما بتاخدش المحامين عشان ما بتدفعش فلوس. دي كانت في فتره ما حقيقه نتيجه قصور الموارد اللي احنا بنحصلها عن تحقيق ما نصبوا اليه من سداد استحقاقات المحامين. وكان اساس المعادله كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه زمان حتى الان في قضيه تنقيط الجداول، كنتوا بتسمعوا الناس بتردد تنقيط الجداول تنقيط الجداول تنقيط، ليه ما بنناقش الجداول؟ ليه ما بنعملش الجداول؟ ليه سايبين الجداول؟ دون ان نتمعن في اهميه هذه التنقيه على مواردنا وعلى اقتصادياتنا. مواردنا اللي بيدفعها واللي بيقدمها للنقابه هو المحامي المشتغل، المحامي اللي عنده ملف، اللي بيروح المحكمه يجيب حكم فيجيب لنا اتعاب محاماه يدخل خزانه النقابه او يضع دمغه محاماه فتصل للنقابه. باقي المنضمين لنقابه المحامين اصحاب الكرنيهات
اللي مش موجودين اصلا في ساحات المحاكم ولا بيحضروا ولا بيدفعوا دمغه، بيدفعوا الاشتراك السنوي كل سنه وياخدوا الكارنيه ويجي بعد كده ياخد منك العلاج، ولما يطلع معاش ياخد معاش زيه زي اي محامي ويشتغل. فبقينا في فريقين، فريق بيدفع وفريق ما بيدفعش، والاثنين بياخدوا من نفس المورد. ده معناه انه في ظلم وقع على المحامين المشتغلين من غير المشتغلين. ممكن احنا مش حاسينه بشكل مباشر، ممكن احنا كانت ثقافتنا اصلا التساهل والتغاضي عن عدم الاشتغال. انا كنت بسمع باذني واحد يقول لك اصلي ده ابن اختي، اصلي ده ابن خالة مش عارف مين، واصلي هو كان مسافر ورجع وعايزين نعمل له كارنيه اصلي. وبنطلع كارنيهات، والكارنيهات دي بتتحسب علينا في بند الانفاق في كل حاجه. فبقى في مشكله، اللي انت بتدخله من موارد بيتقسم على ثلاث امثال او اربع امثال من المستحقين. يعني احنا مثلا كل محامي من حضراتكم مشتغل كان بيصرف بيدفع من جيبه على ثلاثه تانيين مش مشتغلين، بيدفع لهم ايه؟ بيدفع لهم العلاج بتاعهم وبيدفع لهم المعاش بتاعهم. ده كلام ما يرضيش ربنا وما يرضيش حد. واي سفه يمكن ان يدفعنا الى ان احنا نستمر في هذه السياسه يبقى احنا بنخدع انفسنا وبننكل عن القسم اللي اقسمناه. واحنا لازم كل النقابيين يعتذروا عن السنوات السابقه اللي تخلوا فيها عن التنقيه او تراجعوا فيها عن التنقيه او جملوا فيها على حساب التنقيه او خشوا او خافوا او عملوا حساب الانتخابات في التنقيه. كل دول مدانين لانهم شركاء فيما وصلنا اليه من حاله الافلاس. قدرنا نقف عند حد محطه التنقيه والضغط الجداول لغايه ما قلنا في اشتغال فعلي لازم يثبت، لازم نثبته. في السكه كده دخل علينا بتوع التعليم المفتوح بتوع الدبلومات. حصلت هوجه في التعليم المفتوح من حمله الدبلومات. لما اصدر مجلس الاعلى للجامعات قرار بالمعادله العلميه لمؤهل التعليم المفتوح حتى للميكانيكا والتجاره والنجاره والتطريز وكل حاجه والصرف الصحي وكل ده. فبقى في كارثه. عدوين كانوا كفيلين بالقضاء على نقابه المحامين. القادم اليك من التعليم المفتوح حمله الدبلومات اللي امضى نصف عمره في عمل اخر كلها اعمال محترمه لكنها لا تناسب المحاماه ولا تنسجم معها ولا تكملها المحاماه ولا تمثل مرحله من مراحلها ولا دراسته حتى في المرحله دي تمثل اي شيء متعلق بالمحاماه، لا في ادب ولا في ادب في العلوم، لا في لغه ولا في فلسفه ولا في منطق ولا في علم نفس ولا في اي دراسات ادبيه. ده كله كان مش موجود. مش ممكن صاحبه يبقى مؤهل انه يبقى محامي ويوقف وترفع. دي الناس جايه بمشاكل عايزه تنضم لنقابه المحامين في هوجه ان كل واحد معاه كارنيه هياخد معاش وكل واحد معاه كارنيه هياخد علاج. خلاص قاعده كانت كده، فكانت مغريه انه ليه انا ما ادفعش ال 1000 جنيه ولا ال 5000 جنيه واحط الكارنيه واخد زي ما انا عايز علاج ليا ولاولادي واخد في نهايه السنين اعد سنين واخد عليهم معاش. دي كانت الحسبه. هم حسبتهم ان دي مصلحه خاصه بيهم، واحنا حسبتنا دفاع عن مالنا عن فلوسنا. لو في 10,000 واحد من دول دخلوا واشتركوا معاكم في العلاج وفي المعاش دمروا نقابه المحامين كلها. ال 10,000 دول هياخدوا كلهم علاج بحده الاقصى، فتضربوا متوسط الحد الاقصى بتاعنا في 30,000 بلاش 50,000 وبلاش الاستثناءات. 30,000 في 10,000 3 مليار. منين اصلا انا ما عنديش 3 مليار؟ بس كنا هنفلس بالتدريج، كنا هنفلس. كانت نقابه المحامين هتروح. ولذلك احنا حرصنا على ان احنا نقاوم هذا الامر وقاومناه. وادرنا معركه محترمه مع المجلس الاعلى للجامعات الذي انتهى الى الاقرار بعدم اعتماد التعليم المفتوح مره اخرى. الله يحفظك. هذه الخطوه
الله يحفظك. شكرا استاذ صلاح. شكرا. الامر الاخر الذي لا يقل خطوره عن اللي انا قلته في التعليم المفتوح او في الدبلومات عن الاضرار بالنقابه الغير مشتغلين اللي معاه كارنيه ويشتغل في اي حته تانية واخد ليسانس عادي زي اي حد مسبوق بالثانويه العامه برضو زي اي حد في التعليم الاساسي وفي الجامعات المصريه زي اي حد بس ما بيشتغلش محاماه معاك كارنيه في محطه بنزين في ورشه في مصنع في دكانه مسافر بيتعالج عيان بيعد سنين وما بيشتغلش ده بيدمر نقابه المحامين اذا دخل معاك في حسابه اذا حصل معاك علاج واذا حصل معاك معاش لانه الموارد هو مش مساهم فيها. عارفين حضراتكم احنا النهارده عندنا حوالي حمله اللي سددوا 2019 حوالي بما فيهم القطاع العام بما فيهم الجدول العام حوالي 190,000 200,000 تقريبا منهم 20 30 35 جدول عام يعني حوالي 150 160 محامين مشتغلين النهارده. عايز اقول لكم على حاجه، موارد نقابه المحامين بال 150,000 مشتغل تعادل موارد المحامين بال 450 وال 500,000 اللي كانوا مقيدين في جدول نقابه المحامين. اذا احنا في المعادله احنا صح انه ما نقصتش مواردنا. مواردنا نقصت بس اشتراكاتهم الملاليم اللي بتدفع كل سنه 200 جنيه ولا 250، لكن الموارد الحقيقيه ده اتعاب المحاماه ودمغه المحاماه ما نقصتش لان المشتغلين هم اللي بيدفعوا. فاصبحت عوائد ال 150,000 دول رغم انه فيهم نسبه محتاجه تتبع ومحتاجه تصحيح ومحتاجه تصويب، لكن احنا هنتكلم على انه يعني على حالها. اجمالي الدخل ده هو ده اللي خلانا نرفع المعاش. المعاش اللي كان في 2011 700 جنيه النهارده 3000 جنيه الحد الاقصى. المعاش اللي كان الحد الادنى فيه 100 جنيه النهارده 1000 جنيه. المعاش اللي احنا ما كانش فيه معاش للدفعه الواحده للوفاة والعجز الكلي النهارده فيه الوفاة والعجز الكلي 100,000. النهارده بالدخل بتاعنا استطعنا ان احنا نزود كل المعاشات القديمه، كل المعاشات القديمه زودناها على مرحلتين. المرحله الاولى لما زودنا الارامل 100 جنيه شهريا لكل ارمله، 100 جنيه شهريا لكل ارمله، وللابناء القصر 100 جنيه وزياده 10% في اول سنه ثم 5% كل سنه. النهارده رجعنا تاني انه المعاشات اللي هتقل عن 650 مليون في الشهر هتزيد بنسبه من 15 الى 35% مع الزياده الدوريه 5% كل سنه. ده اول مره يحدث في نقابه المحامين، ما حصلش في تاريخ نقابه المحامين زياده باثر رجعي للمعاشات. احنا اللي بنعمل ده بفضل مواردكم بفضل توجهكم، رغم ان القانون ما يدينيش هذه الصلاحيه لكن ما يمنعنيش لكن ما بيدهنيش. لكن احنا استطعنا بعون الله بالحفاظ على مواردنا دي ان احنا نصل الى هذه النقاط. لما يجي حد يقول لي المعاش اقول له لا انت مش واخد بالك، النهارده المعاش 75 جنيه عن كل سنه، كان الاول 10 15 12 حاجه كده، النهارده المساله مختلفه الحساب مختلف. لكن كمان ده معناه ايه؟ مش معناه انه ده المرحله النهائيه، لا ده دي المرحله الاولى من الزياده. المرحله الاولى من الزياده ليه؟ لان احنا سيطرنا على موردين كانوا تقريبا تايهين مننا. رسوم التصديق على العقود كانت بتتفرق على شركات المحاسبه وعلى بعض الموظفين وعلى بعض المافيات وبعض المحامين اللي ما كانش لهم يتعدوا على اصابع اليد الواحده. النهارده دخل التحصيل رسوم التصديق على العقود زائد اتعاب المحاماه اللي احنا عدلنا قانون المحاماه عشانها، واللي بعض المحامين زعلت ليه بنحصل اتعاب المحاماه عند قيد الدعوه؟ ده انا بكسب وهخسر القضيه واكسب القضيه وادفع الزائد. يا اخي حرام عليك، اللي بيقول الكلام ده انا بقول له حرام عليك،
ما انت بتدفع، بتدفع لصندوق القضاء عند قيد الدعوة قبل ما تكسب الدعوة وقبل ما تخسرها، بتدفع الرسم النسبي، بتدفع كل حاجة. لما جت مورد خصص للصندوق بتاعك جاي تتفزلك وتقول لي انا مش عارف ايه وفي الاستئناف انا هعمل ايه واخد، يا اخي بنفس الطريقة لما تكسب قضيتك ارجع القسم خد الاتعاب اللي انت دفعتها على طول، قانون كده زي ما تاخد اي رسوم. ما انت ما انت في نهاية الامر بالسند التنفيذي بترجع بكل المصروفات نفسي. انت زعلان انك ان الموكل دفع للنخابة بتاع دفع لك حصتك في صندوق المعاشات برسوم اللي حصلت ابتداء؟ لا ده زعل في غير محله، ده بتورد يوم بيوم. الساعة 12 بيصلني تقرير بإيرادات النقابة في كل البنوك اللي احنا مقدمين فيها الأمر. لما يدخل صندوق حساب يا اخوانا، البروتوكول اللي عملناه مع وزارة العدل في التحصيل الفوري حطينا أرقام الحساب بتاعت المعاشات فبيورد عليها، انتهى الموضوع. احنا مش هنجري ورا أطعاب المحاماة تاني، احنا بنجري ورا القديم دلوقتي، لكن الجديد كله مش هنجري عليه خلاص. ده أمر في صالح المحامين بنسبة 200% مش 100%، واللي يقول غير كده غلطان وبيزايد عليكم وبيزايد عليا، واللي بيحاول يوصلها على ان احنا تعبنا المحامين، اجهدنا المحامين، مش عارف امنا المحامين، لا لا مؤاخذه، انا اتحمل هذه المسؤوليه. وانا بقول ان ده انتصار للمحامين، وانتصار لنقابه المحامين، وانتصار لمعاشات المحامين، وانتصار لعلاج المحامين. واللي زعلان هو حر. فاحنا حافظنا على مواردنا وجبناها لصندوق المعاشات، ومش هنرجع عن الكلام ده مهما كانت الاسباب، مش هنرجع، مستمرين. لما يبقى ده حدث وحد يقول لي مواردنا فين، لا مواردنا مباشره بتخش على الصندوق خلاص. فكره المتابعه او التتبع اللي احنا كنا بنبذل فيها جهد كبير من سنوات مجهده وما كانش بيجيب كل الحصيله، النهارده انا باخد كل الحصيله بإشرافكم انتوا، على ايديكم انتوا بتدفعوا هذا الامر مباشره فيدخل في صندوق النقابه من غير لف ولا التفاف. التعديلات التشريعيه مش بس اتعاب المحاماه، التعديلات التشريعيه عملت اكبر تعديل لصالح حمايه المحامي وحصانه المحامي. احنا في 2008 عملنا التعديل اللي بيحمي المحامي في الجلسه من القبض او الاحتجاز في جرائم السب والقصف والاهانه وجرائم الجلسات. في التعديل الجديد خلينا هذه الحمايه ايضا تنطبق على المحامي اثناء اداء عمله امام جهات التحقيق والاستدلال، فنقلنا نفس الحمايه اللي كانت مقرره امام المحكمه الى النيابات والى جهات الاستدلال، الشرطه بكل انواعها. مش كده وبس، احنا دخلنا على مشكلة كانت بتقرقنا وما زال بعضها الان بيؤرقنا، اداء المحامي في عمله في اقسام الشرطة اثناء تحرير المحاضر او الحضور عن موكلينه، بيحدث انه خصم موكله يروح متهمه بحاجة، يقول له لا ده هو سرقني، لا ده المحامي ده كان معاهم وهو بيضربني، علشان يحول المحامي من مدافع الى متهم فيتم احتجازه عشان يتعرض مع باقي المتهمين على النيابة المختصة بالليل أو الصبح. القضية دي اتحسمت بالقانون إنه إذا وجه إلى المحامي في غير حالات التلبس، وجه إلى المحامي تهمة من موكله بيحرر مذكرة، بس مش بيفصل فيها بقى لا وكيل النيابة ولا رئيس النيابة ولا المأمور، المحامي العام الأول للاستئناف بتتعرض على المذكرة، هو اللي يقول في جريمة ولا ما فيش، حقق او ما حققش، احتجز او ما احتجزش. هنا بنفوت فرصة احتجاز المحامين بغير مقتضى اثناء اداء واجبهم، وفي نفس الوقت بندي ضمانة في انه ده كله يبقى مرهون بانه في ممثل النائب العام هو اللي بيتولى التحقيق مع المحامين، ورجعنا هذا الامر كله الى المحامي العام الاول للاستئناف. ده انجاز خطير جدا. حد يقول لي ما انتم ما بعتوش منشور للنيابات او للبتاع، لا القانون ما بعتش فيه منشور، القانون قانون وانت محامي
وانت معاك القانون وقانون المحاماه متوزع على كل محامي من حضراتكم، اللي ما معهوش نديله قانون محاماه علشان يتمسك بيه. انما انا مش هبعت ورا كل محامي محامي علشان يجيب له حقه، لانه المحامي هو المسؤول عن حمايه حقوق الناس، وهو اولى بان يكون مسؤول عن حمايه حقوقه هو في مواجهه الاخرين. هو يروح للمحامي العام، هو يروح للنائب العام بالقانون علشان ياخد حقه وعلشان يحقق حمايته اللي بيصبو اليها وبيحققها. التعديل التشريعي بس ما تناولش ده كمان، فقط تناول ايضا قضيه هامه في المعاشات، توريث المعاش. المعاش كان خروج اي مستحق من اصحاب المعاشات، خروج اي مستحق من اصحاب المعاشات نصيبه كان بيرجع تاني للنقابة. بمقتضى التعديل اللي وضعناه يعاد توزيع هذا الذي تم خروجه على باقي المستحقين للمعاش، فتظل او يظل اخر مستحق للمعاش معاه كامل المعاش الذي تقرر ابتداء. واضحة؟ قضية واضحة؟ واضحة. البعد الاخر في التعديل التشريعي كان في ضبط جداول النقابة، وكان في شروط القيد. النهاردة مجلس نقابة المحامين هو اللي بيضع ضوابط القبول كل سنة ابتداء، ومراجعة الاشتراكات اللي بتتسدد كل سنة وتقديم الاشتراطات بشأنها، بالإضافة إلى أنه ابتداء من 21 ما فيش حد هيدخل نقابة المحامين من غير امتحان، من غير امتحان ما فيش حد هيدخل نقابة المحامين من غير أكاديمية. هيبقى دخول نقابة المحامين أعز من الدخول للقضاء أو للنيابة، لأنك هتبقى صاحب شهادة أعلى من الأكاديمية. في الأكاديمية، أكاديمية المحاماة هتدي دبلومة، فأنت هتبقى صاحب ولاية أعلى بتقدمها علشان تتقدم للمحاماة. هذا القيمة، دي قيم اللي احنا حرصنا على ان احنا نحققها، واللي احنا أكدناها، واللي احنا أصرينا على انها تبقى موجودة علشان نحمي المحاماة في المستقبل. حد النهاردة بيتكلم على قانون الإدارات القانونية، فانا قانون الإدارات القانونية حطناه خلاص صباح بس. هو اخوانا ارجوكم بس، كل واحد مش عارف بيجيب معلومة منين ويحطها ويحاول يصدرها للناس. لا لا لا، ما تقوليش مالكش دعوة بأعضاء مجلس الشعب، القوانين ما بت... لا ما انا بقول لك مالكش دعوة بيهم، انا بقول لك مالكش دعوة بيهم. القانون دخل اللجنة التشريعية بعد اجازته من اللجنة العامة، وهيدخل المناقشة وهتشكل لجان للمناقشة فيه علشان نحقق الاستحقاقات اللي احنا عايزينها لمحامين الإدارات القانونية. هيتناقش هذا الدور، هيتناقش بإذن الله. بس كمان لازم تبقوا فاهمين قانون المحاماه لما دخلناه مجلس النواب قعد سنتين من 17، وعشان يخلص خلصناه في 19. فاحنا خدنا الدرس واستفدنا من اللي اتعمل معانا، من الممحكات اللي اتعملت من اللي راحوا يلفوا حوالين اللجنه التشريعيه ومجلس النواب والنواب ويستميتوا علشان القانون ما يطلعش، عشان الانجازات دي كلها ما تطلعش بيستميتوا. عملنا ده، احنا احموا نفسكم بقى في من اللي هيحاولوا يضربوا قانون الادارات القانونيه عشان تدافعوا عن نفسكم، لكن احنا كمان مش هنسمح لحد انه يعطل هذا القانون، وان شاء الله هيصدر باذن الله في هذا الدور ان شاء الله. قانون 65% من الادارات القانونيه محالين لمحاكمات تاديبيه، حضرتك تعلم. ما علشان كده احنا حاطين التعديل، احنا حاطين، عشان كده احنا حاطين التعديل. يا استاذ لحظه بس، لحظه بس، ما تكلمنيش عن تفاصيل. احنا حاطين تعديل في قانون الادارات القانونيه عشان يحصن المحامي في الاداره القانونيه، وعشان يحميه، وعشان يجعل اسناد قرار الاحاله للتاديب او الفصل او الاقاله بيبقى من اللجنه العليا اللي احنا حاطينها في القانون اغلبيتها محامين. لكن ده مش معناه انه في ناس هتبقى مخطئه تتحاسب طبقا للقانون. لكن في ذات الوقت انا بقول لكل محامين الادارات القانونيه اللي موجودين، اي حد يجي يفتش عندك في المكتب، مكتبك في الادارات القانونيه، يفتح الدولاب غصبا عنك او يكسر الدرج، تمنعه بالقوه وانا مسؤول. تمنعه بالقوه وانا مسؤول. ما انا بقول لك اهو، ما انا بحكي، انا بتكلم هيروغليفي. انا بقول لك انا مسؤول، امنعه بالقوه وانا مسؤول.
قضيه ثانيه، قضيه القيمه المضافه. حقيقه انا في غايه الاستغراب، احنا يكاد ان نضيع ما انجزناه في هذا البروتوكول. اولا البروتوكول ده او القيمه المضافه ده قانون طلع زي كل القوانين، زي قانون الضريبه العامه، زي قانون ضريبه الدخل، يعني مش حاجه اضافيه مسؤول عنها نقابه المحامين، لا ده قضيه مجتمعيه، نظام اقتصادي عالمي فرض على كل الدول. احنا الجهه الوحيده اللي عطلت القانون ده في نفاذه على المحامين بالشكل المضر. هو الضرر في القانون ده ايه؟ عدم التسجيل، عدم الاخطار، عدم سداد ال 10% من قيمه التكلفه على الـ على 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 الخدمه القانونيه اللي انت بتاديها. مش دول ال 10%؟ عدم التسجيل، الاخطار، انك تقدم تقرير كل شهر، دي جرائم مخله بالشرف. احنا اسقطناها بالبروتوكول، اسقطناها وعطلناها بالبروتوكول. البروتوكول بتسدد عند قيد الدعوه فانتهى الكلام عن تقدير ال 10%. بقت ال 10% دي قابله الضرائب انها تبقى 20 جنيه في الجزئي و40 جنيه في الابتدائي و60 جنيه في الاستئناف. قابله، خلاص انتهى الموضوع، مش حدش هيجادلك في قيمتها. اثنين، انت مش ملزم بتقديم اقرار لانك بتسدد فورا. ثلاثه، واسالوا نفسكم من ساعه ما صدر القانون لغايه دلوقتي، في محامي تقدم لانه ما عملش تسجيل؟ في محامي تقدم للمحاكمه لانه ما دفعش ال 10%؟ في محامي اتعمل لانه ما عملش اقرار شهري؟ انا بقول لحضراتكم مفيش، دي كذوبه. اللي بيصرخ وبيصرخ ده يعني انا مش عارف هو قصده ايه، لكن ده مش صحيح. احنا كل الدنيا يا ريس كمان مش عارف، لا كل الدنيا طبعا، كل الدنيا بتطبع عليها قانون القيمه المضافه. احنا اخف جهه تم التطبيق عليها للاسباب اللي انا قلتها، وهنفضل نقول الكلام ده لغايه ما نتنبهوا وما يجددوش البروتوكول، علشان يقولوا ده بيعايرونا ان احنا مش عارفين نعمل حاجه مع المحامين. يا اخوانا مش كده، ارجوكوا حافظوا على ما وصلتوا اليه من مكتسبات علشان ما تضيعوهاش، لانه كده اللجك في الكلام وفي الحديث واعاده وتكرار الامر علشان يترد عليه، علشان تقول كل اللي انت عملته ما ينفعش يتقال كله، الحقيقه ما ينفعش. لانه انا ما كانش المفروض اقول الكلام اللي انا قلته دلوقتي. لا من حيث القيمه، ولا من حيث التقرير، ولا من حيث الاقرار، ولا من حيث السداد ال 10%. لكن انتوا اضطريتونا، اللي بيسال السؤال ده وعامل زعلان، انا مضطر علشان ننهي الامر ونقفل البوابه اللي موجوده. فاذا احنا فيما يتعلق بقانون الموضوع خففنا الحمل بتاعه، لكن في نفس الوقت احنا عاملين طعن قدام المحكمه الدستوريه، وقايلين انه دي جبايه احنا ملتزمين بيها واكرهها، واحنا مكرهين على سدادها وانه ما ينفعش، قلنا كل الاسباب القانونيه والدستوريه، وفي انتظار حكم المحكمه الدستوريه. اذا حكمت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه خير، انتهى الموضوع. ما حكمتش وقالت لا دستوري، خلاص احنا وصلنا لطريق التخفيف، عملنا خريطة يعني طريق جديدة في التعامل مع مثل هذه الضريبة الصعبة اللي بتطبق على كل الناس. القادم ايه؟ انا من رأيي انه كان اهم من كل اللي احنا قلناه ان احنا نتكلم ايه اللي ممكن يتقدم خلال المرحلة القادمة. احنا عندنا بوابتين، عندنا بوابتين. البوابة الأولى تتعلق بقانون المادة 60 من قانون المحاماة، اللي بتوجب على السجلات والشركات والاستثمار إنها تلزم الشركة بالتعاقد مع محامي إذا كانت الشركة المساهمة دي لها مراقب حسابات. ده معناه ايه؟ احنا داخلين على بروتوكول مع هيئه الاستثمار علشان نعمم هذا النص ونفعله ليكون له موضع قدم. ده هيدي فرصه للمحامين انه تتوزع عليهم هذه الشركه، مش تتوزع، ما حدش هيوزع حاجه، لكن هم اللي هيختاروا على الاقل من المحامين، فهتزداد
رقعة الاستعانة بمحامي فيما يتعلق بالشركات. هتصيب من تصيبه حسب نصيبه، ده موضوع آخر. الأمر الآخر أو البوابة الثانية متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية اللي بيجري تعديله للمادة بمقتضى المادة 54 من الدستور. المادة 54 من الدستور بتتكلم على، لما أقول دستور يعني إن النظام العام بيبلغ كل مقبوض عليه بأسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزويه ومحاميه ولا يبدأ معه التحقيق إلا بحضور محامي، أدي واحد، أدي وجوب، ولا يحلل محكمة الجنح قبل الجنايات إلا بوجود محامي، جنح في أول درجة وفي ثاني درجة، يبقى احنا دخلنا في إلزام ثاني وثالث. إذن هيصبح الحضور أمام النيابة وأمام محكمة الجنح مهما كانت عقوبتها وجوبيا أن يكون هناك محامي بالوكالة أو بالانتداب، يوكل المتهم محامي يا النيابة أو المحكمة تنتدب محامي من جداول المحامين. ده معناه إيه؟ معناه عملا إنه في عمل هيبقى موجود للمحامين، في شغل، لأنه الدستور نظم ده وأوجب على الدولة سداد استحقاقات الانتداب كل المنتدبين، وده هيفيد بالضرورة أو بالدرجة الأولى ولادنا المحامين الشبان المبتدئين سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف أو غير ذلك. ده معناه إنه رقعة العمل القانوني هتتسع. النهاردة رول الجنح اللي فيه 10 محامين وفيه 1000 قضية، بكرة هيبقى فيه 1000 محامي ل1000 قضية، هيبقى كده طبقا للدستور وطبقا للتعديل القادم من قانون الإجراءات الجنائية اللي احنا بنحضر له جداول الانتداب وبنرتب عليه. أنا عايز يعني في نهاية الكلام المتعلق بالنقابة، احنا سمعنا وبنسمع شكاوى يقول لك تقول بيلزمونا عند المعاش أو أسرة المحامي بعد الوفاة إنها تقدم توكيلات، احنا مش عايزين نقدم توكيلات. لا، ما ينفعش، يبقى كل اللي احنا عملناه ده ملوش أي لازمة. لأنه أولاً ده التزام قانوني، دي مش بدعة، مش احنا اخترعناها، ده موجود في قانون المحاماة منذ ميلاد قانون المحاماة. ومحكمة القضاء الإداري شغالة على هذا الأمر بقالها سنين. لازم تثبت الاشتغال الفعلي. احنا من 13 حتى الآن وطالع مش هتبقى ملزم بأنك تثبت حاجة، لأنه التجديد بتاعك مرتبط بأدلة الاشتغال. فانت معفي من هذا الامر، لكن اللي قبل 13 انت لازم تقدم عليه دليل اشتغال. احنا متوسعين حتى في الامر، متوسعين، قلنا طيب بلاش، مفيش توكيلات، هات يا سيدي محاسبتك الضريبه، هات ما يفيد ان انت كنت عامل اقرار ضريبه انك محامي مشتغل وحتى لو دخلك صفر، هات اجنده مكتبك، لكن لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى معاش، اصرف معاش، حرام. يبقى احنا هندي فلوسنا للي قاعدين في الكمين الان وما نالهمش التعديل بحاجه. يعني خلوا بالكم، دي اعداد كبيره وارقام المعاشات كبيره. ليه؟ لانه ده هياخد معاش شهري على طول، واذا توفى هياخد اسرته هتاخد معاش دفعه واحده. اذا الموضوع خطير ويحتاج الى ان الناس تدرك اهميه الشروط اللي احنا بنتكلم عليها. احنا مش عايزين ناذي حد، لكن المحامي يستطيع من الان، والتوعيه يستطيع من الآن إنه يعمل ملف، يعمل أكلاسير يحط فيه التوكيلات بتاعته، يعمل فيه مذكرات بتاعته، يعمل يعني كل محامي ينتبه لنفسه ويعمل ده. لا 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 لا، ما تعملش النقابة ولا ليها دعوة. النقابة تضيع لك الأمر، تقول لك النقابة ضيعتها، أو تقدم أوراق مزورة والنقابة تحتفظ بيها وتيجي بعد 20 سنة نلاقي المستوى امتلا. كل واحد هتحمل مسؤولية امره. وانت ليه ما تعملش لنفسك ليه؟ انا برضو مش قادر افهم المحامي انت ده، يعني ده ايه؟ دي مش رفاهية حتى. انت اصلا عندك حفظ في مكتبك، اصلا عندك دوسيهات، اصلا التوكيلات عندك، ما تركنها في مجال على جنب، حطها في خزنة، حطها في البيت، حطها في رف. دي مسألة مش صعبة عشان تدور على النقابة، واحنا هتشغل النقابة كمان تفحص لك من دلوقتي كل اللي فات؟ لا، حرام، لا، ده كلام كتير جدا، لأنه ده هيبقى عبء احنا ما نقدرش نتداركه ولا نقدر نحتمله. لا، اللي قبل زيادة طبع عليه قبل زيادة، واللي بعد زيادة طبع عليه زيادة، قوانين القرارات بتسري بأثر فوري. الأمر الآخر
احنا انا لسه بقول لحضراتكم اللي بيتكلم على الامراض المزمنه والفشل الكلوي واللي مش عارف ايه، قلنا اتكلموا في ايه، بقول لكم 310 مليون جنيه اتصرفت على مين؟ ما اتصرفتش على حد من النقابه، اتصرفت على المحامين، محامين اصحاب الامراض المختلفه، ربنا يشفي المحامين جميعا وما يحتاجوش، لكن في النهايه دي الطاقه، انا ما عنديش طاقه تانية فوق الا اذا عندي موارد اخرى، لما تيجي لي موارد اخرى هزود، انما طول ما الموارد ثابته عند رقم معين انا اكتواريا ما اقدرش اوعد بان انا اضع ارقام فوق الارقام اللي احنا محتملينها الان او فوق الارقام اللي احنا بنؤديها للمحامين. احنا اعلى نقابه بتادي علاج في سقفه الحد الاقصى، اعلى نقابه في نسبه المساهمه، اعلى معاش في كل النقابات، اعلى معاش يوازي معاشات اعلى معاش في الدوله المصريه. خلاص الامر بقى مختلف خالص، نقابه المحامين النهارده مرحله ثانيه، حاله ثانيه، طريق ثاني. انا كل الكلام اللي احنا قلنا اعلنا قبل كده، التعليم المفتوح ايه ضوابطه وايه قيوده والثانويه العامه مختلفه وليها نص خاص في القانون وهنطبقه، لكن لا خلاص، لكن انا ما هو يا اخوانا مش هينفع ان انا هناقش تفصيله من كل واحد. احنا اتكلمنا عن التعليم المفتوح، قلنا حمله الدبلومات ما لهمش دخول، خلاص الثانويه العامه خلاص يا استاذ هتقول ايه؟ ما انا قلنا لا ما فيش سؤال، ارجوك اقعد عشان خاطر اقعد. الثانويه العامه اللي ما التي تسبق الحصول على المؤهل هيتأيد في نقابه المحامين، احنا بنحضر ترتيب وتنظيم للمساله هنطبق، ما فيش خلاف في هذا الامر تطبيقا لقانون المحاماه الجديد. القضيه تتعلق بالوجود او التواجد التركي الذي بدا منذ امس على حدودنا الغربيه. في الاصل احنا ضد الدخول في اي معارك تصرفنا عن حياتنا وعن خططنا وعن، لكن من المستحيل ان احنا نتجاهل انه في ناس، الراجل جاي من تركيا علشان يدخل على ليبيا علشان يقسم ليبيا علشان ياخد البترول علشان يبقى واقف على حدودنا، وراجل حتى مش معترف بجمهوريته، يعني النظام بيعتبرنا احنا انقلابيين، هنسيبه؟ لا مش هنسيبه. واحنا بنقول مش عايزين نجاهر بشيء، احنا عايزين نقول للدوله المصريه منتبهه، ما انا واثق انها منتبهه وعندها خطط مختلفة متدرجة، نتمنى أن تنتهي عند الحد الأدنى فيها، لكن إحنا مع القوات المسلحة مع الدولة المصرية حتى أقصى احتمال في مواجهة العدوان المصري. مش تأييد وخلاص، لا يا أخوانا، لأنك أنت بتدافع عن نفسك. ليبيا لو راحت، لو بقت تحت الاحتلال التركي بقت تركيا التي تحتل جزء وكده هتحتل جزء من مصر، لانه انا بعتبر ليبيا جزء من مصر، والسودان جزء من مصر، وفلسطين جزء من مصر، كل الامه العربيه جزء من مصر. اوعى تفتكروا انه لما بنتكلم على القضيه الفلسطينيه احنا بنتكلم عن قضيه اجنبيه، لا دي قضيه مصريه، الدفاع عن فلسطين قضيه مصريه. اللي فاهم غير كده فاهم انها اصلها بعيد شويه وحوالي مش عارف ايه، لا ده مدخلك من هنا. والدفاع عن ليبيا ايضا قضيه مصريه بالدرجه الاولى، لانه اي كارثه هتصل الى هذا الوطن العزيز، هذه الدوله العزيزه، كارثه بالنسبه لنا، احنا لن نقبلها ولا والذي استغرب الحقيقه هو التواطؤ العالمي على ما يجري. وانا مش عاجبني فكره ان تركيا بتعمل الكلام ده وفيها استنكار وخلاص من بره، لا دول متواطئين معاك. تركيا لا تجرؤ انها تجيب قوات وتنزلها على سوريا فتحتل الشمال السوري، وتنزلها على ليبيا عشان تحتل جزء من ليبيا والعالم كله يقعد يتفرج، ده في الناتو، دي عضو في الناتو. اذا القضيه خطيره جدا، مش عايزين نتكلم بخطاب، انا ماليش دعوه بالخطاب الرسمي للدوله المصريه، طب الرسمي دي المسؤولين عنه مسؤولين دبلوماسيين رجال دوله، هم دول اللي بيتكلموا، احنا خطبنا الشعبي، احنا فاهمين انه مصر مستهدفه
من مش من تركيا بس، مصر مستهدفة من تركيا ومن إسرائيل ومن أمريكا. وبالتالي هذا الفهم هو اللي بيجعلنا نقبل وندعم أي استعداد حقيقي يدافع عن الوطن المصري بكل حدوده، سواء في ليبيا أو في فلسطين أو في السودان. الحدود بالمعنى الواسع، حدود بالمعنى الكبير، حدود بالمعنى اللي احنا مؤمنين به. دي نقابة المحامين وتاريخ نقابة المحامين وجغرافية نقابة المحامين، أنها ضد أمريكا وضد إسرائيل والآن ضد تركيا. فلتسقط أمريكا ولتسقط إسرائيل ولتسقط تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.